السلام عليكم إخوان الأخوات، مرحبا بكم مجددا في قناة الله الصغير. هذه الحلقة المختصرة غادي نتكلموا على لا كلوتور أو الزرب أو الزراب كيف ما كنسميوه بالدارجة المغربية، والنوعية المفضلة والمناسبة لوضع هذا الكلوتور أو المصدات الهوائية حوالي أو على جنبات القطع الأرضية أو الضيعات. إذن هذه النوعية ديال السيبري، سبق لي تكلمت في واحد الحلقة على واحد السيبري اللي كيطلق الجذور ديالو على الجنبات وما كنصحوش به، كنصحو بهذه النوعية. هذه غاب عليا الاسم ديالها العلمي، لكن راه تبدو لكم في الصورة واضحة. إذن هذه هي النوعية اللي ممكن نديرو بها مصدات هوائية في الضيعات بدون مشاكل، لأن هذه النوعية ديال هذا السيبري كيطلق الجذور ديالو في الاسفل وما كيطلقهاش في الجناب بحال السيبري الاخر اللي تكلمت عليه وحضرنا منه الاخوان والاخوات اللي عندهم ضيعات اثناء الزيارات الميدانيه ديالنا المجموعه ديال الضيعات. وجدنا بانهم دايرين داك السيبري الرطب هذاك الطويل، وهذاك ما صالحش للزرب او لا كلوتير، لانه كيطلق الجذور ديالو في الجنابات كتوصل حتى ل 15 متر، وبالتالي كيأثر على الاشجار وعلى المحاصيل. جميع المحاصيل اللي قريبه منه كيستنزف ليها العصير، تيستنزف ليها المواد الغذائيه ديالها، وتيستنزف ليها الماء ديالها اللي غادي تشربه اللي غتغدى عليه، وبالتالي تيسبب في الموت ديال الاشجار اللي قريبه منه وكذلك المحاصيل الاخرى. اذا هذا نموذج بغيت نتقاسمه معكم عند احد الاصدقاء في زياره ميدانيه اللي كنقوموا بها اليوم. نقوم بزرع بعض الاشجار المثمره فاريتي متنوعه. هذه الطريقه، هذه الزرب، لاحظوا كاين تقريبا متر ما بين الشجره والشجره ديال المصدات الهوائيه، واحيانا اقل، بعض المرات تكون 50 سنتيم 75 الى اخره. لاحظوا شكل جميل جدا، كاين ديك البريز فون وكاين كذلك الشبكه ديال السلك، ثم كاين هذا السيبري اللي مفضل. إذا هذا هو اللي نصحوا به الإخوان، ماشي دعاية لهذا النوع، ولكن هذه حقيقة أن هذه النوعية هي اللي تصلح للزرب في الضيعات الفلاحية، في الفيرم، في الضيعات ديال الأشجار المثمرة، وكذلك في ضيعات أخرى شكلا ومضمونا. لاحظوا الطريقة ديال الغرس ديالو كانت مزيانة، كذلك مصدات بدون مشاكل، يعني بدون تأثير على المحاصيل التي ستزرع بجانبه. يمكن أن نزرع مثلا على بعد هذه الأشجار اللي كتشكلنا المصدات الهوائية بأربعة أو خمسة متر بدون مشاكل، لأن كما قلت الجذور ديالو كيهبطوا الأسفل وما كيمشيوش في الجناب، بالتالي ما يمتصوش لنا المواد الغذائية ديال الأشجار، يعني بدون تشويش بدون دورينجمون. الوغ تنشكركم مرة أخرى، أتمنى نكون جاوبت على أسئلة ديال بعض الأصدقاء والصديقات، وشكرا.